انا شايفه اول حاجه ان الميديا عليه عامل كبير قوي، لانه اي حاجه اصلا دلوقتي عاده عشان تنتشر بتبدا بالميديا، وممكن نقول انه فيه اهتمام من الميديا اعلى بكتير من زمان. يعني بقى فيه يعني كوفرج للبطولات، للنتائج، للعيبة، وطبعا محتاج بقى جهود كده شخصيا الناس تنزل الأندية مثلا اللي هي ما فيهاش سلاح تبدأ ان هي يكون فيها سلاح. يعني في أندية كبيرة زي الأهلي، الزمالك، هليوبلس، الأندية دي كلها ما فيهاش اصلا رياضة السلاح. فطبعا لو رياضة السلاح فتحت في أندية زي دي، ده هيعمل طبعا فرق يعني في القاعدة حتى اللي موجودة. هو دايما اصعب حاجة الإصابات، يعني والإصابات لما بتيجي كمان في وقت يعني صعب. فإحنا في آخر بطولة في التأهيل جالي في الفردي التواء في الرباط الداخلي بتاع الركبة، وكان الفرق تاني يوم، ودي آخر بطولة في التأهيل، فأنا مستحيل إن أنا ملعبش، لأن كان ساعتها الفرقة مش تقدر تتأهل، فكان لازم ألعب وأنا عندي الالتواء ده. وساعتها ربطت بقى رجلي، كنت بلعب يعني تقريبا وانا واقفة، بس كنت بحاول اعمل كل اللي اقدر عليه علشان يعني ده قدر هنتأهل او لا. هو احنا بنعمل تمرينات بدنية، فدي اي حد بيعمل تمرين بدني معرض ان هو يجيله اصابة، خصوصا لو مثلا مش مسخن كويس، او لو هو بيجري مثلا جاله سبرين انكل. وفي نفس الوقت احنا بنلعب يعني بيجيلنا سبرين انكلز، بيجيلنا حاجات في الركب، حاجات في الظهر، الكتف، الايد، فاحنا بيجيلنا اصابات في كل حتة يعني. الصراحه هي الاكويبمنتس بتاعه اللعبه، لو انا هجيب اللي هي الاكويبمنتس الدوليه لا بتكون غاليه جدا، يعني سعرها مش عادي يعني. بالنسبه للعائد هو موضوع يعني فيه تحسن من الاتحاد، من الانديه، بس مقارنه بحاجه مثلا زي الهاندبول، زي السكواش، زي الحاجات دي لا، ما يعني بتبقى برضو ارقام رمزيه قوي يعني. لا اظن انه بره يعني في التو اوبشنز على حسب الثقافه اللي موجوده في البلد. يعني في ناس لا لازم يكملوا تعليم ولازم يشتغلوا مع السلاح حتى لو هو هيكون بالنسبه لهم كافي يعني، وفي ثقافات تانية بتشوف انه لا انا لازم اكون بروفيشنال، زي ايطاليا مثلا لازم بكون بلعب سلاح وبس. هم اصلا كمان عندهم السلاح حاجه يعني رمزيه قوي، ممكن في شوارع في ايطاليا باسماء اللعيبه كمان. هو اظن في يعني في ممكن ان انا اروح انا العب في النادي واشوف بقى يعني اتفق مع النادي لو هو هيوفر لي حاجه او لا. ده بالنسبه للانديه الاوروبيه. في امريكا لا بيبقى كله على حساب اللاعب، يعني انا يا اما عشان اروح احترف بلعب باسم جامعه هناك، والجامعه هي تتكفل بقى لو هي عامله لي يعني سكولرشيب. في اول حد يعتبر احترف علاء ابو القاسم، هو راح احترف تقريبا في نادي الشارقه، واثنك الامارات شويه مايله لحته انها تاخد يعني مصريين يحترفوا عندها وكده، بس مفيش حاجه لسه يعني يعني جات لحد غير علاء. يعني السلاح ممكن ناس بتكمل ل 38 و39، بس فوق ال 40 بيبقى صعب شويه، بس ممكن لحد ال 38 او كده الناس بتكمل عادي وبتحقق كمان ميداليات.